كيف نرفع كفاءة الاستذكار؟ وماذا نعني برفع الكفاءة؟ كيف نرفع كفاءة الاستذكار وماذا نعني برفع الكفاءة؟ رفع الكفاءة يقول هذه سيارة عالية الكفاءة، أو هذا المشروع ذو كفاءة عالية، أو رفع كفاءة الإنفاق في الميزانية. إيش معنى رفع الكفاءة؟ يعني أقل وقت، أقل مال، وأعلى جودة ونتيجة. أنا أريد اليوم أن أعطيك الوسائل اللي من خلالها تستثمر وقتك وجهدك والعبء والتعب أقل كمية من هذا كله، وتأخذ أعلى نتيجة فهم استيعاب. إيش رأيك في الفكرة هذه؟ كويسة؟ بعطيك وسائل إنك وقت قصير علم كثير. ممتاز، هذه الفكرة. إذن كيف نقدر نسوي الحركة هذه؟ أول حاجة لازم نعرف إن عقل الإنسان فيه ذاكرة مؤقتة وذاكرة بعيدة الأمد. هذه أول ما يجب علي الانتباه له. في عندي حاجة نسميها spaced repetition، بالتالي spaced repetition technique. في المذاكرة أحتاج أعمل حاجة اسمها spaced repetition technique. هذا يتكلم أو يحاول أن يجدول مواعيد المذاكرة بحيث أني أنقل المعلومات من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة بعيدة الأمد. لأني لو سألتك أنا الآن يوم الجمعة الماضي إيش تغديت؟ أتوقع 99% منكم لا يذكر. إيش تغديت يوم الجمعة؟ كيف؟ ساعة كم تغديت كبسة؟ من قال كبسة؟ ليش تذكر؟ ها؟ لأنه متكرر. متكرر كل يوم كبسة؟ لا، كل جمعة كبسة. طيب الآخرين اللي ما عنده روتين واضح محدد، أنت ما تذكرت، أنت تعلم لأنه هو كل يوم ثابت الجدول. الآخرين هل تذكر؟ ما تغديت، فلذلك تذكر. هل تذكر؟ تذكر؟ غداك الأسبوع الماضي. من يذكر إيش تغدى يوم الجمعة الماضي؟ يرفع لي. اثنين أو ثلاثة، صح؟ ثلاثة. من القاعة فيها 45 طالب، يعني 6%. خلال أسبوع نسينا أغلبنا ماذا كانت وجبة الغداء الأسبوع الماضي؟ وين راحت المعلومة؟ ما انتقلت من الذاكرة المؤقتة إلى ذاكرة بعيدة الأمد. لأني أنا عندي في عقلي الإنساني ذاكرة مؤقتة. المعلومات إذا دخلت، لو جينا الآن رسمنا نحن هذا المنحنى وقلنا هنا يمثل الوقت التايم، وهنا يمثل نسبة الاستيعاب الميموري تبعي الذاكرة. لو جيت أنا الآن سألتك إيش معنى opportunistic، إيش بتقول؟ بتقول هذه كائنات تسبب مرض عندما يكون هناك ضعف في المناعة. هي أذكرها انتهازية opportunistic، ما نسيتها لأني دوبني أنا أخذت المعلومة. الآن أنا خارج من المحاضرة عندي نسبة الاستيعاب 90 إلى 100%، صح ولا لا؟ دوبني أنا ما أخذ المعلومة، دوبني متغدي اليوم الجمعة، أكاد غداي يوم الجمعة، أذكر ما هو غداي يوم الجمعة، صح ولا لا؟ لكن بعد سنة أكيد نسيت، بعد شهر احتمال كبير نسيت، بعد أسبوع زي ما شفنا أكثر من 97% منا نسى. طيب إذا هذه المعلومة اللي عندي الآن هي موجودة تقريبا 100%، أنا فاهمها، استوعبتها، عارف الدرس ولا لا؟ إيش راح يصير لها؟ راح أنساها خلال كم؟ بضعة أيام، خلينا نقول 2 إلى 3 أيام حد أقصى 4 أيام 5 أيام. معلومات جديدة أول مرة تجيك، مو مثل زميله كل أسبوع يوم جمعة يأكل كبسة، هذه ما صارت معلومة جديدة، لكن معلومة جديدة أول مرة تواجهك تجيك هالمعلومة خلال 2 3 أيام أكيد أقل من أسبوع راح تنسى المعلومة الجديدة، لأنها في ذاكرة مؤقتة، والذاكرة المؤقتة مؤقتة. هذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا. طيب لو جيت انت بعد ما نسيتها، الان نسيتها انت خلاص اختفت تقريبا نسبة الاحتفاظ بالمعلومة اقل من 5% او 0%، جيت تريد اعادة استذكارها، كم وقت تستغرق؟ ستستغرق نفس الوقت اللي استغرقت في البداية لمعرفتها 100%. يعني المعلومة الان نحن اللي شرحناها، الدرس اللي شرحناه، كم استغرقت عساس تفهمه؟ نص ساعة. إذا بتجي تريد تستذكره مرة ثانية بعد أنك نسيته بتاخد كم؟ نص ساعة. بتستغرق وقت طويل وبترفعه مرة ثانية إلى النسبة السابقة. هذا خيار عندك. إذا راكمت المعلومات ونسيتها كلها وجيت آخر الفصل الدراسي تريد استذكار للاختبار النهائي
ايش بيصير؟ بتستغرق وقت طويل لاستيعاب المعلومات قبل الامتحان سواء كويز او نهايه او خلافه، والمعلومه لما الان استذكرتها ورجعتها 100% او 90% وين حتكون؟ مؤقته اجين، ستكون مره اخرى في المؤقته، يعني راح تنساها خلال كم؟ يمكن لما تحضر الامتحان النهائي بعد يوم او يومين، لان المنهج بتذاكره في يومين انت مو في يوم او ثلاث ايام، امتحانك يوم ثالث بعد اول درس ذاكرته قبل امتحانك، تحضر هي في المؤقته، تقول انا ذاكرت المعلومه اي والله حفظتها بس نسيتها. في الامتحان انت الان بعد ان ذاكرتها قبل يومين، ما يصير؟ يصير ولا ما يصير يا شباب؟ ليش؟ لانك انت اعتمدت على الذاكره المؤقته. طيب هذه الطريقه اللي نتبعها خطا، هذا اللي يتبعها الطريقه هذه انه ينتظر ينسى المعلومه ويستذكرها سواء قبل الامتحان او بعد ثلاث اربع ايام او اسبوع من الدراسه، خطا. لماذا؟ لانها لا تسمح لك انك ايش؟ اولا تتطلب منك وقت طويل نفس الوقت الزمني الاولي، ثانيا توديها الى الذاكره المؤقته وتنساها. طيب ما هو الحل؟ الحل انك تشوف متى انت تنسى اقل من 50%، اقل من 50% من الماده العلميه، وتجي خلال هذا الوقت الزمني كم يوم؟ يوم واحد او يومين، هذا الوقت اللي انت نسيت فيه اقل من كم؟ وتاخذ بس 5 دقائق وتستذكرها وترجعها الى 100%، خلال كم؟ 5 دقائق بدل كم؟ ساعة. نفس الوقت الزمني لمحاضرة. 5 دقائق بس بدل ساعة. وايش راح يصير؟ لانك انت ما نسيتها بتنقلها الى الذاكرة بعيدة الامد وتاخذ وقت اطول من لو انت جيت استذكرتها بعد ان نسيتها، اللي بتاخذ وقت نفس الفترة الاولية. واضح معاي؟ واضح الفكرة؟ وضحت الفكرة؟ إذا أنا هنا إيش وفرت؟ لما ذاكرت أول بأول، إذا هذا يجعلني أذاكر هنا أول بأول. هنا الفكرة أنك تذاكر أول بأول، قبل ما أنسى المعلومة أذاكرها، إيش استفادت؟ وقت زمني أقل لاستذكارها، وراح أحتفظ فيها لوقت أطول. ممتاز، طيب أنا كيف أعملها هذه المذاكرة أول بأول؟ كيف أذاكر أول بأول؟ طبعا اولا معروف الوقت الزمني قبل ما انساها افتح الكتاب، افتح المنهج، ارجع للمحاضره قبل ما انساها. طيب كيف ارجع لها؟ احنا عرفنا السبيس ريبيتيشن تكنيك، في طرق كثيره اني ارجع لها قبل ما انساها. طبعا بتقول لي ريدنج، اني اجي اقرا المنهج الكتاب، اقرا النوتس اللي كتبتها الملاحظات في المحاضره اقراها. طيب ايش طريقه ثانيه؟ رايت ات داون، انا انصحكم انك تكتبها و reading in a loud voice. ايش معنى loud voice؟ صوت مرتفع، اساس انك هنا لما تقراها بصوت مرتفع انت الان دربت اعصابك على القراءه، شفتها بعيونك، قراتها، نطقتها بلسانك، هذه اضافه قدرات عصبيه اساس ترسخ المعلومه عندك، قلتها بلسانك، سمعتها باذنك لما انت قراتها بصوت عالي، ها هذا عزز ايضا استيعابها وتغلغلها في ذهنك وفي ذاكرتك. إذا reading in a loud voice والله مهم جدا، لو تقرأ بصوت عالي بتدرب نفسك على القراءة أولا لاستيعاب، تتغلغل في أعماق أعماق أعصابك وما تنساها بإذن الله. طيب طبعا writing مهم جدا لأن هذا بيضيف أيضا قدرة عصبية أو تركيز عصبي أو أيضا ذاكرة عصبية جديدة، ذاكرة عصبية جديدة، لأني أنا لما أجي أكتب الآن مايكروبيولوجي ما تلاحظ اني قاعد اتكلم معك؟ اتكلم معك ولا لا وانا اكتب؟ صارت هذه سكند نيتشر، زي لما تسوق السياره، لما اسوق السياره ما حد يجي يقول لك اضغط بنزين، كيف تضغط بنزين، وين مكان البنزين، كيف الجير، كيف كذا، انت تعملها بماذا؟ صار عمليه نسميها خلاص تدريب عصبي، صارت هي سكند نيتشر، جزء منك، ما يحتاج تفكر، موجوده خلاص استوعبتها. فلذلك لما اكتب انا اضيف دايمنشن، بعد اضافي الى قدراتي الاستذكاريه، على اساس لما اجي في الاختبار النهائي ما انساها. لانها مخزنه عندي في عضلاتي، في عضلات يدي المعلومه، وليس فقط في عقلي، ومخزنه في بصري، في اعصاب البصر، وفي اعصاب السمع، وفي اعصاب اللسان، وفي اعصاب الحركه الخاصه باليد. اذا لما اجي اكتب واقرا بصوت عالي حققت ماذا؟ مزيد
ماذا؟ انها تظل المعلومه الوقت اطول واطول. طيب هذه صعبه مو صعبه هذه؟ والله الحمد لله انها سهله. وايش رايك اعطيك شيء اسهل؟ اعطيك شيء اسهل من كتابه وقراءه بصوت عالي واللي ساكن معاك في السكن ينزعج واخوك انت قاعد تتكلم كلام مايكروبيولوجي بصوت عالي لا تتكلم ها اسكت بنام ازعجتني بشاهد المباراه صح ولا لا؟ في طريقة ثانية نسميها reflection. إيش معنى reflection؟ تأمل. إيش معنى التأمل؟ يعني الآن أنا أخذت المحاضرة وراجع البيت ممتاز جيت جالس أتغدى أو يعني قبل ما أنام على السرير إيش تسوي قبل لا تنام على السرير؟ عندك أشياء تفكر فيها إيش سويت آخر اليوم وخلال تقدر جيت تتكلم مع نفسك وتقول لنفسك ما فهمت بعد المحاضرة. أنا أنصح خلال خمس دقائق بعد المحاضرة وانت طالع بين المحاضرات اثناء ما انت تاكل ساندويتش او تشرب شاهي ايش تسوي؟ قول ايش شرح الدكتور قنبر؟ تكلم عن المايكروبيولوجي. ايش تعريف المايكروبيولوجي؟ اي خليني اذكر نفسي بماذا تم شرحه في المحاضره واقول لنفسي ما فهمت. بس قاعد تقول لنفسك ايش فهمت بعد المحاضره مباشره، تقول ماذا فهمت في المحاضره؟ ايش فهمت في المحاضره؟ والله في مايكرو اورجانيزمز انواع وأنواعها كم نوع؟ قال الدكتور خمسة واحد. طيب ما تعريف النوع الأول؟ تعريف كذا كذا كذا. قاعد تتأمل مع نفسك تقول لنفسك ما فهمت بعد المحاضرة. مهمة جدا هذه، ترفع مستواك العلمي. أنا أضمن لك لو تسويها تنجح وتنجح بجيد جدا بدون يمكن حتى ما تفتح كتاب. لو بس بعد كل محاضرة تأملت وقلت لنفسك ما فهمت ها وكررتها على نفسك بعد المحاضرة مباشرة وكل محاضرة بيرفع هذا من مستواك إلى درجة كبيرة جدا جدا وبأقل مجهود وتكلفة. بس أنا جيت شرحت المحاضرة إن طلعت من الباب قلت لنفسك الدكتور ماذا شرح؟ بس تتأمل في هذه المفردات وهذه المعلومات التي استفدت. واضح الفكرة يا شباب؟ تأمل to reflection. طيب خطوة أيضا الرابعة اللي أنا أنصحكم فيها وفيها فائدة كبيرة أيضا هي to teach. teach إيش معنى teach؟ زميلكم اللي جاي متأخر عليكم السلام تفضل حبيبي اللي جاي متأخر زميلكم الآن بيقول لنا إيش معنى teach؟ إيش معنى teach يا أحبتي؟ أيوة teach. إذا أنت تبغى ترفع مستواك ورسوخ العلم عندك زكي علمك بنشره بتعليم الآخرين ما لديك من علم، لأن زكاة المال تزيد المال وزكاة العلم تزيد العلم. ممتاز. إذن تيج روح اليوم اجلس مع أهلك وعلمهم عن فوائد اللبن وتعمق. تعمق يعني توسع في العلم. حب العلم. إذا حبيت العلم بالعلم بيحبك. إذا حبيت إنسان يحبك الإنسان هذا في المقابل. حب العلم، انشر العلم، تعمق في العلم، راح يرسخ العلم، حتجيب ممتاز، حتصل إلى قدرة أنك تصير إن شاء الله دراسات عليا ماجستير دكتور بروفيسور في أي مكان. تقدر إيش تقدم خدمة صحية مناسبة أعلى مستوى صحي تقدر تقدمه إذا أنت قمت بذلك. إذا أنا أعتقد هذه الأمور مهمة جدا وهي أساسيات في اكتساب العلم وترسيخ العلم وفهم العلم. تيشت علم زميلك اللي في كلية الهندسة اللي ساكن معاه في الشقة، علم أخوك اللي متخصص في تخصص ثاني أو لسه ما دخل الجامعة أو في مثلاً الحياة العملية، الوالد الوالدة، كلم جيرانك أولاد عمك أولاد خالك إذا جلست معاهم بدل ما تكلمهم عن الهلال وميسي والدوري الأوروبي والدوري الأفريقي ما أدري إيش تهتموا في أمور تتكلموا فيها، لكن ضيف إليها أشياء أيضاً أخرى من ضمنها العلم. تكلم عن الملاريا، تكلم عن الميكروبيولوجي، تكلم عن الأشياء العلمية في تخصصك، ثقفهم صحياً، أي شيء درسته أي شيء مفيد انقله لهم. هذا بيرسخ العلم عندك، هذا نوع من الاستذكار وفيه زكاة للعلم وفيه منفعة وصدقة جارية وخدمة إلى الناس كذلك.